إذن ما زلنا معكم في تمسنا، كوارث تمسنا، والآن أمام كارثة أخرى. حنا كنتواجدوا أمام دار الشباب النور، حي النور تمسنا، دار الشباب اللي المفروض أنها تكون متنفس للأطفال. الدور معايا زميلي العزيز، غادي نشوفوا الوليدات تيلعبوا في الزنقة، الوليدات تيلعبوا لأنه ما عندهمش منتزه فين يلعبوا. ودار الشباب داروا لهم واحد الملعب. انا معنا السي فهد الفاعل والحقوقي ابن مدينه تمسنا. شكرا اختي سميره. بالنسبه لهاد الوليدات كاينين ملاعب القرب، راسنا السيد الوالي مشكور، يعني دار لنا ملاعب القرب راهو كاينين، ولكن ما عطاوش الانطلاقه ديالهم. الجامعه مازال دابا حابسه علينا، دار الشباب كذلك وعدنا بها السيد الوالي، ولكن لحد الساعه مازال ما كاين حتى شي حاجه. حنا اللي بغينا نوصلوا للمشاهدين ديال قناه الشعب بان هناك واحد الكارثه خطيره. حنا جينا الباب راه مفتوح، اولا لقينا الباب مفتوح، اولا هانتو الباب مفتوح، ها هو الباب مفتوح، يعني ما كاينش لا سيكوريتي لهذا الشيء، ما كاينش. راسي اول تشوف جينا شوف شنو لقينا، شوف الدجاج فين واصل، راجم ديال هاد الشباب هادي اللي مدة 10 سنين. شوف هذا سي اول، شوف الدجاج، شوف المال العام، شوف المال العام ديال 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 المغاربه. شوف 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 الدجاج، الدجاج كان يطيح علينا، يعني يكفي شويه بلاتي اجي خويا معايا نفد، يكفي شي واحد يجي يطلع هنا يدخل هنا، راه ولا وكر وكر ديال الدعاره، ولا جات من الفوق شط علينا شي جوج بعدا، راه هي الفوق بعدا كاين هذا الشيء سميره عليك. هذا راه ولا وكر ديال الدعاره، ولا وكر ديال 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 المنحرفين. سهل انه شي واحد يجي يطلع سهل استاذه، سهل سهل اي واحد يدخل هنا، اي واحد يدخل هنا، بنت قصيره يشدها شي واحد يدخل من هنا. جيب لي الكاميرا الزميل العزيز، يعني الباب محلول، يعني كارثه بجميع المقاييس اخي الكريم. راه غينقزوا ويدخلوا، غينقزوا ويدخلوا، دابا راه كاينين بيبان اخرين، حنا راه مازال ما هضرنا من جناب اخرين، ما لازلنا هضرنا من جناب اخرين، راه كارثه اخرى اختي سميره. حنا بغينا نوصلوا للنداء ديالنا للسيد الوالي، السيد الوالي تيقوم بواحد المجهود جبار جزاه الله. راه هذا الشيء راه غير معقول، هذا الشيء راه ماشي 10 سنين، 10 سنين وهاد دار الشباب مسدوده، 10 سنين وهي مغلقه في وجه الشباب. عندنا شباب كيبغي يفرغ الطاقات ديالو، ما عندوش فين يفرغ الطاقات ديالو. حنا كنوجهوا نداء ديالنا للوزير الشباب والرياضه انه يلتفت لتمسنا، خصوصا لدار الشباب، راه عندنا دار الشباب وعندنا واحد الدار ديال النساء حتى هي باش يفرغوا الطاقات ديال النساء اللي كاينين، يعني ربات البيوت، يعني هذا الشيء كامل ما كيبانش، يعني هو ما كاين حتى شي حاجه. يعني حنا من 2016 الى اليوم الى يومنا هذا ما تفتحش حتى دار الشباب. للاشاره مشاهدينا الكرام، حنا راه دايزين بان الباب مفتوح، يعني من الله شنو كاين لداخل ياك؟ معلوم الله شنو كاين، لانه شي باب كيتخبط لداخل ياك؟ كاين دابا شي بيبان لداخل محلولين، كاين شي بيبان تما اللي باب مسدود من تما. يعني هذه كارثه بجميع المقاييس اختي سميره، يعني كما كتشوفوا مرتاح للبلطجه، مرتاح للبلطجه، وكر الدعاره، وكر الحشاشين، وكر السكيريه، وكر جميع مختلي عقليا غيدخل هنايا. حنا دابا ولينا نخافوا على وليداتنا، حنا من السكينه وفاعلين جمعويين وحقوقيين ديال المدينه، تنخافوا على وليداتنا، تنخافوا على الوليدات ديال ديال جيراننا. راه يقدر دابا شي بنيه غير كتلعب هنا يجرها شي واحد يسدها، يسد عليها، شكون اللي جاب ليها الاخبار؟ نعم عاد وليو نقولوا راه تغتصبت لنا واحد البنت ولا شدها واحد البيتبولي ولا، راه دايره كارثه بجميع المقاييس. حنا راه خص المسؤولين يدخلوا على وجه السرعه، هذا راه المال العام اللي كيضيع، وهاد البنايه راه دارت من المال العام، راه ما دارتش من جيوب ديال شي واحد. تعرف كيفاش وصلوا للزاج ما دابا هاد الناس هادو دابا راه كيخربوا، كيخربوا اختي سميره. هاد الناس هاد الناس دابا ما لقاوش شي واحد اللي هو مسؤول، ولا الناس عرفوا بان هاد دار الشباب حتى شي واحد ما كيسول فيها، بحال شي وحده مطلقه راجلها وسامح فيها بولادها من 2014. هادشي اللي كاين. نشوفوا الباب الاخر، نمشيو نتسدوا تما استاذ، نشوفوا نمشيو من هنا، اجي من هنا. دخلنا اليوم في الصوفه، دخلنا لهنا، ها هو السراج المحلول اللي عاوتاني ندير هنا. عندك انت اللي بغى يدخل لهنا غادي يدخل، ها هذا محلول، انت اللي بغى يدخل من هنا غادي يدخل، فلوس كاميرا، انت بغى يدخل من هنا غادي يدخل. عطيني الكاميرا هنا، انتو مطل مطل هانيا. المكان مخيف، عندك اخويا المكان مخيف صراحة، لأنه أي واحد غادي يدخل تما غادي ينعس، تقدر توقع جرائم تما، تقدر يوقع اغتصابات. نعم أنا والله ما قدرت نكمل نطل. دابا مكان خطير هذا، دابا وسط السكينة، ولكن كيتعتبر مكان خطير هذايا بالنسبة لنا الأبناء ديالنا حنايا، وبالنسبة
العيالات هنايا راه يقدر شي واحد يمشي مختل عقليا يجر شي وحده هنايا بشي جنويه شكون اللي غيجيب لها الاخبار؟ يعني حنا كنديروا يعني المرافق باش يستافدوا منهم الشباب غادي يوليو يعني مركز للشباب يعاونهم على الادمانات غيساعدهم على الادمان وغيساعدهم على الدعاره وغيساعدهم بزاف ديال الامور. انت اختي سميره شوفي هنا الشرجم مسوح كاع مسوح شكون قال دابا راه كاين شي واحد هنا؟ دير الكاميرا دير الكاميرا شوف ها انت هنا غادي يدير واحد بنادم غادي يدير واحد جوج ثلاثة غادي يطلع غيطلع هنا بسهولة غادي يطلع غادي بسهولة غيروح يمشي للمرافق لكن خرج خرج ليكون شي واحد خرج لا كارثة بجميع المقاييس خرج ليكون شي واحد هذه كارثة بجميع المقاييس راه حيدوا هاد الغلاطات ديال هاد الشيء هناك هادي شي هذاك هادي واحد لاكا فوالا هذا راه يذبحوا فيه ويلوحوا فيه بنادم ما غيعرفوش واش كاين حي ولا ميت شنو كاين هنا شوف دخل دخل يا الكاميرا دخل يا الكاميرا كافا لا كافا انت شوف شوف مشاهدينا الكرام راه هادشي خطير جدا عرفتي شنو كاين هنا شي راجل راه كاين نفق تقدر توقع فيه جرائم هنايا انا صافي هنا خلاص انا راه يذبحوا ويسلخوا عيب الله هنا اذا ماذا يقع في تمسنا اذا الباب كي الباب كي الباب كي طرد الباب كي تضرب لداخل سمعتيني ماذا يقع في تمسنا شو واقع في دار الشباب تمسنا اصبحت دار الشباب وكرا دعاره وكرا راه النفق اللي لتحت خطير خطير جدا اختي سميره هذاك النفق خطير جدا بصراحه الان يدفنوا به بنادم هذاك يدفنوا به بنادم هذاك راه يذبح بنادم ويدفنوا تما ويجيب له حتى شي واحد اخباره هذا يعني المسؤولين حنا بغينا نعرفوا هاد المسؤولين وهاد المنتخبين اللي كينتخبوا عليهم حنايا شنو هو الدور ديالهم مع المواطنين خويا اجي نخرج برا اجي عندك حنا اللي بغينا نعرفوا انا والله يتقلب بس سيد رب راه لا يعقل انه كاين نفق داخل هاد 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 داخل هاد دار الشباب كاين نفق خطير تحت الارض تحت الارض ومفتوح يعني يقدروا يدخلوا ليه على قولة الله اكبر هذاك نفق خطير وانت شتي اختي سميره يعني دابا هذاك النفق كان فيه واحد الكاشي كيسدو حيدو ذاك الكاش دابا لك شي واحد دار شي جريمه وجا دخل تما كاينه غادي يوصلوا شي واحد ما يوصلوا حتى شي واحد تيقولوا بان هذه البنيه راه مهجوره ما دخلها حتى شي واحد اذا حنا الرساله ديالنا مره ثانيه تنوصلوها السيد الوالي مباشره وتنقولوا له هذا المرفق اللي تخسر فيه المال العام واللي تخسرت فيه الملايين شكون اللي كيستافد منه؟ تيستافدوا منه غير الدراري الشباب اللي كيدخلوا كيتحشوا هنا ولا كيشربوا ولا كيخرجوا الطريق اما الشباب ديالنا هما فين تالفين هما كيلعبوا كوره غير هنا يعني هاد الدراري هادو في غادي في غادي في غادي يفرغوا الطاقات ديالهم ما كاينش غير يفرغوا الطاقات ديالهم اذا ما يقع تفضل نعم حنا اللي بغينا نوصلوا بغينا نوصلوا السيد الوالي الله يجازيه بخير انه يدخل عاجلا السيد وزير الشبيبه والرياضه يدخل عاجلا في هاد دار الشباب ديال تمسنا النور راه عندنا شباب اللي هما ضايعين راه كتستغل دار الشباب دابا للحرف أنا قلت الله أكبر ما يقع داخل دار الشباب النور تمسنا فهو خطير جدا لأنه كاين واحد النفق مفتوح يقدر الله يستر أنه شي حد يختطف درية ولا يدخلها تما ويقتلها تماك دار الشباب النور تمسنا مع السلامة يلا أستاذ يلا